ب 1650 يا عمزي، يا اما ال 4850 1850 حدا عنده زول؟ 400 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 من فضل الله. المزاد عم يجمع التجار، يجمع الدلاله، يجمع المعرقيه، يجمع كل بالمزاد هون، وتبلش العاد زود على بعضها، والله الحمد لله كافي الناس. هاي العنزه سن وبز وراها جدي ناخذ لاسبوع مفطمي. ناجي اول مزادها ب 250 ليره، نحن في معرض كلي ب 250 ليره، ب 300 ليره صلى على النبي. خروف صغير، لفطيمي، القرقوره، العنزي اللي بده واحد يحويه، اللي ما معه بكره 3-4000 عم ياخذها ب 1500، عرفت علي شلون؟ يعني المعرض بحالي يعني بالاجمال عم تاخذ من هون من المعرض، عم يروح على السوق كلياته، عرفت علي شلون؟ وكل العالم جاي لهون لتتسبب. اليوم صار في ضيق بالمال، اليوم كل الغنامي عم تبيع مشان تبدل مشان تعيش. هالمزاد هذا يعني وجد مشان العالم باب معيشة، وفي اوقات يعني في المزاد في بيع نقدي، النقدي هذا بيسهل معيشة التاجر او الشراء او اللي يحاوي الغنم او الماعز. 3 ب 7 وربع على الصقر ونص، ب 7 ونص، 3 ب 7 ونص، ب 8 إلا ربع، ما بيتناطح ابو عواد، ب 8 إلا ربع. تكلفه اخف، اللي عم بيروح على اسواق عم بيحط مازوت، مصروف تكلفه ما عم يطالعها بسواق. هون صف المزاد اقرب واحسن لهم بالنسبه لمجموعه الناس كلياتها. انا اتجهت الى المزاد كرمال المصروف، كرمال زياده العلف، تبهدلت العلم. ب 8 ونص، الله يبارك لك، الله يهنيك فيها. ب 8 ونص، كل واحد عنده كام دبي؟ عبي اللي عنده 11 عبي ينزل وحده او تنتين لعبين ما الله يبعث الخير، بيساهموا في غير شيء. اللي عنده 12 عبي ينزل تنتين، اللي عنده 14 هلا كله بغلات العلف كلياته العالم انه مثل نزلي 10-15% لتحت جمود. جلسوا بدنا نبعث. مين بعده؟ مين؟ جيب ابو محمد. مدة هالمزاد نهار الخميس بعد الظهر بيفتح من الساعة 1 لإنتهاء العمل، منشان ما يصير تقل على التاجر أو على الشاري. إذا بنساوي يومين بصير تقل على بصير تقل في البيع، بنخلي المجال للشاري أو البايع إنه ياخذ مجاله في البيع وبالشري. يعني اليوم مزاد أخذ اليوم مثلا 2-3، في مع مجال أسبوع يبيعون، يعني مهم إنه يصرف البضاعة اللي أخذها في المزاد. 1500 نقدة، 1600 ملعونة بالملعونة بالباطل. عند أبو عواد هاي الجمال صلى على النبي. 1600